حاجة يا يوسف محمد 12 بي 3 we'll start with the simple harmonic motion. First of all is the definition بتاع simple harmonic motion هي type of motion أو rhythmic motion where an object moves back and forth around a line or a line map or an axis such that the acceleration and the displacement of it are proportional. But in the opposite direction. The rotary motion دي هي typical موجودة في البندلمز والسبرينجز. دلوقتي السبرينج ماس سيستم الامبليتيود هو الاكثر ديسبيسمنت اواي فروم ماس كله. ممكن نجيب اوف ماس منها زيادة عندنا السبرينج كده توصل للبادي. الامبليتيود هو الماكسيمم ديسبيسمنت البادي ده يقدر يروح. الماكسيمم ديسبيسمنت البادي يقدر يروح من غير ما السيستم كله يفيد. تمام؟ الـ complete oscillation بقى includes four amplitude. احنا عندنا الامبليتيود الواحد هو الموشن من low point to the next point. فعشان نكمل الـ complete oscillation هتبقى 1 2 يرجع 1 2 يبقى 4 amplitude. دلوقتي الـ periodic time هيبقى كام؟ لو الـ periodic time مثلا في الـ two motion low طلع 0.2 فالـ periodic time في الـ whole cycle هيطلع 0.2. والعكس هيبقى الـ frequency هتبقى 1 over الـ periodic time تبقى 1 over 0.2. الناس زي دول بقى مين؟ محمد دول بقى. طيب محمد now we will continue to the questions of simple harmonic motion. هنا في ريستورينج فورس بتاعت السبرينج عاوز اترجعه تاني للاكس للاكوليبريا بوينت اللي هي اكس اكون زيرو عاوز اترجعه تاني فقالوا البوكس لوب اف ايكوال نيجاتيف كي اكس تمام كده؟ طيب دلوقتي الاف برضه كان يوجد سكند لوب يبقى اف ايكوال ام ايه؟ ده بيساوي ام ايه؟ اللي هو بيساوي اف في سكند دريفت بالاكس وذ ريسبكت تو تايم. طيب قول ان الاف ده بعد التايم سكند دريفت بالاكس وذ ريسبكت تو تايم بلس كي اكس ايكوال زيرو اس من بوش على اف يبقى اكس بعد البريك بلس كي بعد اف اكس ايكوال زيرو. مش هنقعد بقى نتكلم كتير نحل بقى المعادله دي كده مره واحده. هيبقى اكس فانكشن في التايم بيساوي امبليتيود في ياخدوا زي لاساين على حسب لو الستارتنج بوينت اللي احسن احسب عندك لو كوزاين لو هي بادئه من الماكسيمم ديسبيسمنت هياخد الكوزاين ولو بادئه من المينيمم بعد الاكس فانكشن هياخد الساين. فاحنا مثلا هناخد كوزاين مثلا كوزاين روت كي اوفر اف T plus 4 كده. هنا الامبليتيود ده الماكسيمم ديسبيسمنت. يس. والروت كي اوفر ام اسمها انجولار فريكونسي اوميجا. يا اوميجا ايكوال. والاوميجا دي بقى بتساوي 2 باي اف او 2 باي اوفر تي. والانجل دي اسمها الفيس انجل. او فيس كونسي. ايه بقى يعني الفيس كونستنت ده؟ يعني ليه حاطينه؟ هنقول مثلا الكوزاين مثلا بتطلع كده رايحه كده صح؟ كده تمام؟ طيب الفيس كونستنت ده معناها مثلا لها بدل ما هي مثلا بادئه من هنا لا دي مثلا رايحه من هنا مثلا مثلا اوكي اول ستارت اور problem from this point. Yeah. So this whole day. Far. Far. Okay. Right. Like, can I give you a function that is? عاوزين نجيب ال v. ال v هتساوي دريفت من x. بس ريسبكت للتايم.
تعمل دريفت مستقيم From this equation we can get V maximum. V maximum equal A omega. Yes. Acceleration back. هتساوي دريفت من دي للسيرفيس بلين. دريفت من الساين. دريفت من الساين. وناخد اوميجا برضه يبقى نيجاتيف ايه؟ اوميجا برضه نيجاتيف. ساين اوميجا تبقى ساين. ساين. يس. كل لما اعمل فورس زياده الديسبيسمنت بتزيد، فالبوشن
مع الاكس. طب معناه ان اف بتساوي كيف الاكس ده هو سلو اب ده عشان ده ريستورنج فورس. ده انا بعمل فورس عشان تنزل تحت فريستورنج فورس هتطلع فوق الاوبزيت دايركشن الموشن. لكن هنا الاف بتساوي كي اكس تبقى الفورس ده بعملها على السبرينج نفسه اللي ريستور. طيب دلوقتي قلنا اب كي اكس بروح له ازاي تيجي اكس هنا تيجي كي اكس هنا اب كي اكس بروح اي راس بتشيل هنا نعمل بس هنا في الفورس في سيبر كان مش هتبقى باريه عشان انا بقدر احس بالستريس. فهو مثلا ان اف داش بريس طب الفورس اللي هي الفاريبل دي ممكن انا اسميها التاني ممكن ناخد البدل من الاب انتجريشن ونطول منها للمينيمم بس ماكسيمم على 2 يس والماكسيمم اف على 2 في الاكس. طب اف دي مش جايبينها حاجه كي اكس يبقى ايه اكس مفهوم في اكس عشان تطلع لك هاف اكس. هاف اكس سكرول داون Yes, right. Okay. So I talked about potential energy. Kinetic energy plus potential energy. طبعا potential energy دي دايما constant. ممكن تساوي كونتاج. ممكن تساوي kinetic energy max. أو ممكن تساوي potential energy max. لأن أصلا kinetic عكس potential. لما kinetic energy تكون max على potential energy minimum زيرو والعكس. ممكن ناخد رسمة بس نتوضح دي على البلد سيمبل بلد. دي ريس بوزيشن يعني اكس ايكوال زيرو ديسبيسمنت زيرو. هنا يكون البوتنشال انرجي اكيد بزيرو عشان بلد. لكن في نفس الوقت كاينتيك انرجي ماكس والبي ماكس ات مين بوينت يس. طب هنا حد يمكن يقول اكس عشان تقول اكس اكيد بزيرو عشان ديريفتيف اي حاجه ماكس او مينيمم بزيرو. فدي في باي دي تي اللي هي الاكسلريشن بزيرو. طب لو عملت هنا قالوا لنا سواء ماكس او سبيس مين انت هتبقى هنا تقول لي ده بتعمل لما تشوف ماشي هنا بتحصل ايه بقى هنا اكس ماكس اللي هي بالاي لما تشوف ماشي. هنا بتنشل انرجي بالماكس ماكسيموم كي ماكس لكن البي زيرو مفيش هنا بوست والكاينيتيك لكن في حاجه مهمه هنا الدلتا في ماكسيموم فاكسشن ماكسيموم عشان هنا كانت الدلتا في كانت البي ماكس هنا البي زيرو فهنا الدلتا في ماكسيموم عشان كده الاكسشن هتبقى ماكسيموم يس طيب ولا وين البوزيشن؟ لا هجيب البوزيشن اول ما تخش وين اوكي انا بقى اروح اعمل ايه؟ انا بقى اجيب بالاكس فاروح اشتغل بالبوتنشال انرجي على الاكسبريس واحد هتقولش البوزيشن انرجي بتساوي بوتنشال. فطبعا في سؤال ده ساعات بيغلط بيقول لك في النص بالظبط غلط هنرجع نشتغل من البوتنشال انرجي بس بوتنشال انرجي البوزيشن اكوال
باور 2، معنى كده ان الاكس هناخد السكوير روت بتاعه تبقى a اوفر روت 2 اوفر روت. اوكي يس ويل دان. ماشي ثانك يو ويل دان. That's for spring, okay? اوكي ماشي اوكي هنا الكونكشن بتاع النيو كونسبت اللي هو كونكشن اوف مين سبرينج توجذر. اوكي اول حاجه البرل اللي هو زي ما شايفين في الصوره كده القانون بتاعه هنجمع الكي 1 مع الكي 2 لو كان الدنيا عطلت هنجمعهم في السيلز كونكشن 1 اوفر كي 1 زي ما انتم شايفين. وفي حاجه لو في اثنين بس ممكن نقول K1 plus K2 over K1 plus K2 بس دي حالة لو اتنين بس. ولو الـ K1 equal K2 بقول الـ K total equal K1 of them over 2. آخر حاجة معانا هنا الفريكونسي هيختلف من على الارض عن القمر عشان الجرافيتي بتاعت الارض. جرافيتي ازاي الجرافيتي بتاعت الارض